تتزايد معاناة النازحين في مخيمات النزوح المختلفة مع انعدام المساعدات الأساسية التي تحتاجها العائلات والإهمال الحكومي لقضية النازحين المستمرة منذ سنوات. مخيم بابلو أحد مخيمات النزوح التي تعاني من عدم وجود الخدمات الأساسية التي تحتاجها العائلات لحياة كريمة. ومع موجة الحر الصيفية التي تضرب العراق حالياً والتي تتجاوز درجات الحرارة فيها 50 درجة مئوية، تتضاعف صعوبة حياة العائلات في مخيم بابلو، حيث شكا سكان المخيم من تفاقم معاناتهم وانقطاع شبه تام للتيار الكهربائي. نحن في مخيمات بابلو في دهوك بحاجة إلى الإغاثة والمساعدات الإنسانية، حيث لا يوجد ماء صالح للشرب ولا كهرباء، مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأمراض، ما يهدد الأطفال الصغار، وأن نطالب الحكومة بتوفير المستلزمات الأساسية للعيش. كثرة أعداد النازحين وتزاحمهم بأعداد كبيرة في خيام صغيرة تفتقر لأبسط الخدمات كانت أحد الأسباب التي فاقمت من معاناة السكان وجعلت فرصة التكيف مع فصل الصيف الخانق أكثر صعوبة. منظمات حقوق الإنسان أكدت انعدام المياه الصالحة للشرب في المخيمات، فضلاً عن الكهرباء التي اضطر سكان المخيم إلى دفع أجور تثقل كاهلهم مقابل الحصول على ساعات قليلة يومية من الطاقة. كما طالبت تلك المنظمات الحكومة في بغداد بتوفير الخدمات الأساسية لسكان المخيم. نطالب حكومة بغداد بتوفير الخدمات لمخيم بابلو اللي هي أبسط الخدمات اللي ممكن الإنسان يستطيع يعيش بها، وهي الماء، الكهرباء. كانت مطالبهم هو توفير الماء بسبب قلته، قلة كبيرة في الماء في هذه المنطقة، والكهرباء يدفعون اشتراك على مود يوصل لهم الكهرباء أجور عادية كل مواطن يدفعها حتى توصل له أبسط حقوقه، وقاعد بمكان كلش حار، حرارة تأثر على الأطفال. قصص مؤلمة ومعاناة كبيرة رافقت النازحين منذ لحظة خروجهم من بيوتهم في رحلة واجهوا خلالها المخاطر وصولاً إلى المعاناة الكبرى، والتي تمثلت في العيش بمخيمات لا تتوفر فيها أبسط مقومات العيش الكريم.